50 قطعة ب 20 جنيه، يعني الكعبة دي هتبقى ب 2 جنيه كده. حلو قوي. حاجة يا جماعة دي صيني من تحت بتعمل موسيقى كده تحفة. 75 قطعة ب 20 جنيه. ودي شورت الشمع برضو بيتبع عليه اسم النونة وتاريخ ميلادها من معانا. دي بالملبس بالشوكولاتة ب 15 جنيه، ده في 50 قطعة ب 15 جنيه، بالمج حرايق ب 60 جنيه. اسم دي خطيرة بجد، أشكال شيك جدا ما شاء الله، اللهم بارك، حلوة قوي. 10 ب 10 جنيه من ولادي وبنات. ال 100 بطاقة ب 20 ب 8 جنيه حجمها كبير، دي ب 7 جنيه يا جماعة، ده برضو ب 8 جنيه. الزبون بيختار جملة للبيبي، تمام كده. دي الجمل، دي اشكال البطايق بتاعتنا، ده ولادي وبناتي ب 8 جنيه. عايز صباع كامل من هنا متعبي وهيجي من مكان بعيد ياخده في نفس اليوم وهو ماشي، ياخده في نفس اليوم ان شاء الله، ياخده في نفس اليوم. ده بجنيه ونص يا جماعه، يعني 2.5. دي عامله كام برضه؟ كل ده يا جماعه القطعه بجنيه ونص، ده عامل معانا 20 جنيه فاضي. 12 ب 25، يعني واحده ب 25 ل 30، ده متقفل يا جماعه بكل حاجه، يعني مش بكل حاجه، كل حاجه بتبقى شاملاها، يعني ب 5 جنيه. 5 جنيه برضه، اللي ياخد 100 قطعه من المكان جاهزين بيطلعوا معاه غربال وابريق وهول هديه، دي ب 5 جنيه ومتخيش من بره. ده كده عامل 130 جنيه، ده ب 5 جنيه، يعني العلبه دي كلها بالملبس بالشوكولاته بكل حاجه ب 10 جنيه بس يا جماعه. دي معانا ب 30 جنيه، دي هتبقى ب 20. معانا ب 1000 والدراع المستورد، ده الدراع المستورد عامله تمام. عايز اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، في اشكال. طب احنا عايزين ب 15، انا بس 50 شامله كل حاجه برضه. دي ب 5 على الواحده، دي ب 25 جنيه بالملبس بالشريط. بص الشغل المستورد كله كام؟ خشب بتتكتب باسم المولود ب 25 جنيه، دي ب 25 جنيه يا جماعه بالشوكولاته بالملبس بكل حاجه. نفس السعر برضه. 20 جنيه محفور عليها اسم البيبي بالشوكولاته بالملبس بكل حاجه. دي ب 100 جنيه، طب والله العظيم دي هتبقى ب 25 جنيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. افتتاح جديد بقى نيو كادو يا جماعه، ازيك يا استاذ هشام؟ الف مبروك على المكان، كل ما يخص لوازم السبوع موجود هنا. اسعارنا ان شاء الله ببلاش النهارده باذن الله، هناخد اسعار جمله الجمله لكل المتابعين. تمام، وعايز اقول لكم بس من السبوع ده ممكن ياخدوا ديكورات لاي حاجه ثانيه، صح كده؟ تمام، هنبدا بايه معايا؟ تمام، نبدا من بره لجوه بقى واحنا ماشيين كده. هنبدا بايه؟ تورينا ده التوفي، ده التوفي والحاجات اللي بتتعبى في الاكياس. في الاكياس بيبقى الكيس ده بكام؟ ده ب 20، في 50 قطعه من جوه. 50 قطعه ب 20 جنيه، صح. بيبقى مشكل كده زي ما انتم شايفين. الاكياس دي يا جماعه ده ب 20 جنيه، في 75 من جوه، هو بيتباع على اساس ان هو في 100 بس هو حقيقه في 75. ده في 75 قطعه يا جماعه ب 25 جنيه؟ ب 20 جنيه، 75 قطعه ب 20 جنيه. تمام، والاشكال الجديده دي عشان بس اهم حاجه. ده 15 جنيه في 50، ده في 50 قطعه ب 15 جنيه. في منه بقى الالوان، وفي الساده اشكال منه كتير. تمام، والشمع اللي زي كده انا بس لسه في اشكال كتير يا جماعه، هنخش لكم جوه نوريها لكم. عامل كام ده؟ 10 جنيه، ده ب 10، في 10، ده في 10 ب 10 جنيه من ولادي وبناتي. تمام، في معانا برده الاشكال اللي زي كده عامله كام؟ الحاجات اللي زي كده دي لو في الجمله عامله 8 جنيه. 8 جنيه، طب والمتابعين ييجوا ياخدوها كام؟ المتابعين ياخدوها بنفس السعر؟ الله يخليك، هتبقى كام لو حد جاي عايز يشكل حاجه المكتبه؟ مكتبه حاجه النيش 8 جنيه، ب 8 جنيه. طبعا هنا في السوق ممكن تخش محل يقول لك دي ب 2 جنيه فاضيه، بس يشرط عليك تاخد اللوازم بتاعتها. اه تمام، اللي هو يشيل يقول لك الثمن دوت يحطوا لك في اي حاجه ثانيه. اه انا 8 جنيه لو حد عايز بس دي هاخد منه. وعايز اقول حجمها كبير مش صغيره. ايوه حجمها كبير، يعني ب 8 جنيه حجمها كبير، وفي منها اشكال، يعني بص كل ده برده ب 8 جنيه، اي شكل من اللي انتم شايفينه ده ولادي وبناتي ب 8 جنيه. تتحط الرف في الديكور، تتحط في المكتبه. اللي بقى اللي هو الشغل المصري بتاعنا، ده المصري بتاعنا ده ياخدها بجنيه ونص. طب طلع لي من الكيس معلش، ده في منها اشكال. اه طبعا ده الشغل المحلي بتاعنا. تمام، هات لنا لون تاني كده، ده بجنيه ونص يا جماعه، يعني التحفه دي هتبقى بجنيه ونص، في منها اشكال كتير. بصوا تتاخد للسبوع، حلوه جدا جدا. أيوة. ومش مكلفه، هوريها لك في قلب العلبه، هنشوفها في العلبه. كل ده يا جماعه القطعه بجنيه ونص، تسلم ايدك. تمام، دي بقى اه ليه الباكت اللي زي ده، ده في 12، ده في 12 ب 25، ال 12 ب 25 يعني واحده ب 2 جنيه ونص، حاجه زي كده. ب 2 جنيه وباريز، ب 2 جنيه وباريز. اه ده مش 10، دول 12. تمام، ب 2 جنيه وباريز، حلو قوي. زي كده بقى دي الدسته ب 60 جنيه، دي الدسته ب 60 جنيه يعني ب 5 جنيه. صحيح، الدسته ب 60. تمام، طبعا اللف بتاعتهم الحاجات الاورجانزا اللي هي الكونتينر اللي زي اه الحاجات اللي زي دي اللي بتتلف فيها اللي زي كده. اه ده بقى بجنيه الواحدة، بجنيه بجنيه. هنا بقى في السوق ما بدي، يعني ممكن يخش محل يقول له دي بجنيه، تمام، بس يبيع له دي بالدسته يقول له الدسته ب 48 جنيه، يعني يديله المفرش ب 4 جنيه يعكسها. تمام، اه يعني اه بيعكسها، بيعلي عليك المفرش بس بيديك دي هاديه عشان يعني يشدك ان انت تشتري مش اكتر. صحيح. تمام، حلو قوي قوي. عايز اقول لكم اشكال كتير،
طب معانا برضو الحاجات اللي زي كده. احنا عشان لسه فاتحين جديد فاول شهر عليه 100 قطعة عليهم غربال وابريق وهون هدية. يعني اللي ياخد 100 قطعة من المكان جاهزين بيطلعوا معاه غربال وابريق وهون هدية. اللي ياخد 100 قطعة من المكان يا جماعة هياخد الثلاث حاجات دول مع بعض. اشكال الغرابيل والحاجات. تمام حلو قوي. هياخد غربال وابريق وهون هدية يا جماعة من المكان. تمام. ولو عايز يشتريها كده ما خدش 100 قطعة تبقى واقف عليه بكام القطعة؟ مثلا حاجة زي ده كده عامل 130 جنيه. 130 جنيه. بصوا ولاد وبنت. تمام. عايز اقول لكم كل الاشكال بقى الجديدة وانتوا ممكن تعبوا هنا. يعني لو حد عايز يعبي او ياخد فرد وهو يعبي فده عادي. تمام. اللعب بقى دي اسعارها كام يعني؟ اسعارها مختلفة يعني. طب ورينا كذا قطعة كده. اوريك محمد. ويبقى ورينا الاشكال اللي تحت دي برضو. ده اللي في العلبة بره بقى. ده اللي في العلب بره. ده بقى بالملبس بالشوكولاتة بالشريط اللي هو بيتبع عليه اسم. بيتبع عليه الاسم اسم ده. اسم المولود اللي زي ده كده. تمام. كل كده العلبة دي بتقف معانا ب 10 جنيه. يعني العلبة دي كلها بالملبس بالشوكولاتة بكل حاجة ب 10 جنيه بس يا جماعة. يعني 50 ب 500. طب والله العظيم تحفة. حلو قوي قوي. دي ب 10 جنيه. ب 50 ب 500. تمام. ودي برضو نفس السعر. لا دي مثلا دي يعني ايه اسعار؟ ب 20 جنيه اللي هي دي. دي هتبقى ب 20 ب 1000 جنيه. تمام. دي عروسه بشعر وجنبها ببرونه وفيها الملبس والشغلات بتاعها. تمام. دي ب 20 جنيه. في حاجات صغيره زي كده دي بتقعد معانا ب 15 جنيه. ده دبدوب باب وعلى علبه اكسسوار دي ب 15. انا بس اللي عيني بتيجي عليه والله انا عايزك تجيب لنا كام شكل نشوفهم كده ونقول اسعارهم نجي لكم من البدايه كده لان ما شاء الله لما بارك فيه تشكيل حلو قوي قوي يعني. ده تحفه. ده الولد وده البنت. ده الولد والبنت. عامل كام ده معانا؟ ده يعملوا معانا 25 بالملبس بالشوكولاته القطعه الواحده. القطعه الواحده صح. القطعه الواحده دي ب 25 جنيه بالملبس بالشريط بكل حاجه بشوكولاتتها وكل حاجه يا جماعه. طب والله حلوه. طبعا انا ممكن اقول للساده المتابعين ان انا ممكن اقول لهم ان دي ب 10 جنيه بس. تمام. لما يجي اضيف عليه الشريط اضيف عليه الملبس اضيف عليه الشوكولاته. تمام. فهتعلى معاكم قوي. فهو بيديكوا الاختصار بتاع كله شامله كل حاجه. طب انا عايز اقول لكم ان انا هاخد منها ديكورات اصلا المكتبه عندي. فالحاجات دي حلوه قوي قوي بجد. الله يخليك تسلم. في شغل بقى هاند ميد خشب زي ده كده. بيكتب عليه الاسم يا جماعه يعني دي مكتوب سيليا ايه. حلو قوي. عامل كام ده؟ برده 25 بالملبس بالشوكولاته بكل حاجه يعني. بصوا كده. طب والله العظيم حلو قوي. يعني دي خشب بتتكتب باسم المولود ب 25 جنيه بالشوكولاته بكل حاجه. حلوه قوي 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 قوي. ودي برده محفور عليها الاسم مكه. ربنا يحمي مكه كلها يا رب. دي ب 20 جنيه. دي ب 20 جنيه محفور عليها اسم البيبي بالشوكولاته بالملبس بكل حاجه. طب والله سعرها حلو. دي البهات اللي بره اللي شفناها ب 8 جنيه فاضيه. دي البهات بتتغلف بتبقى منظرها بالشوكولاته برده بالملبس بكام؟ 25 نفس العلبه. يعني دي هتبقى ب 25 جنيه مكتوب عليها اسم البيبي بالشوريه بالملبس بالشوكولاته بكل حاجه. صح كده. كل ده ب 25. دي حاساها اكبر. دي برده ب 25. العلبه اعرض صح؟ العلبه اعرض. دي ب 25 جنيه يا جماعه بالشوكولاته بالملبس بكل حاجه. طب والله العظيم شياكه اقسم بالله تحفه. بيتكتب عليها شريط باسم البيبي بالشوكولاته بكل حاجه موجوده فيها. من غير اضافات اخرى. تمام. والعلب واللي هي الخيش الحاجات اللي زي كده. الحاجات دي بتقف معانا ب 35 جنيه. دي ب 35 معاها مصحف والكعبه. مصحف وكعبه بكل حاجه طبعا. بالشوكولاته برده بكل حاجة. حاجه كل حاجه بتبقى شاملاها. وده نفس السعر برده. ده حسن مسلم. ده حسن مسلم في شمسيه خيل زي كده جنبه ببرونه. كل حاجه دي عند مين؟ بتحفر عليها اسم النونه. تمام. كويل. حلو قوي قوي. تحفه تحفه. يعني الحاجات اللي بيتحفر عليها الاسم دي خطيره بجد. اشكال شيك جدا ما شاء الله. لما بارك حلو قوي. حاجه زي كده برده كام؟ ده معانا 30 جنيه. ده ب 30 جنيه شامل الشوكولاته والملبس والشريط باسم البيبي وكل حاجه يا جماعه. يعني هنا ده 30 عشان السبت اكبر من دوت. ده السبت. اما لو جبنا المكونات اللي جوه حطيناها في المكونات دوت يبقى 25 جنيه. 25 برده. تمام. حلو قوي. تشكيل ما شاء الله لما بارك. طب لو حد عايز دي بس كده بالملبس تعمل على 15. دي تعمل 15 يعني دي بالملبس بالشوكولاته ب 15 جنيه. طب والله الاسعار حلوه واحسن كتير ما تقلبوا الدنيا وتقعدوا تعبوا ومش عارفه ايه. ده بالنسبه للشغل اللي هو المصري. المصري. لو جينا بقى للشغل المستورد. مستورد. انا عايز بس اقول ان في المصري كتير اسعاره غاليه. نزل لنا كام قطعه. ده المستورد. واو. المستورد كله هتجيبها لنا معلش. اتفضلي. معلش عامله كام دي؟ بصوا دي تعمل معانا 100 جنيه. دي ب 100 جنيه جاهزه بمشتملاتها بكل حاجه يا جماعه. دي صيني من تحت بتعمل موسيقى كده تحفه. دي ب 100 جنيه وبتتحرك. تسلم ايدك. طبعا فاضيه عامله 75 جنيه. فاضيه ب 75. وفي الاباجوره الكريستال. دي برده حلوه جدا. الاباجوره الكريستال ده في منها الدراع المصري والدراع المستورد. ده الدراع المستورد.
عامله كام؟ الدراع المستورد دي من معانا 60 جنيه بالعلبه بكل حاجه. دي بتبقى شامله العلبه بالملبس شوكولاته شريط كل حاجه. لو الدراع المصري تعمل معانا 50 جنيه، يعني في معانا 10 جنيه فرق بين الدراع المستورد والدراع المصري. يعني دي ب 60 اللي هي العاديه المستورده، 50 المصري. صح. دي مبخره كريستال مثلا، دي مبخره عامله كام المبخره؟ دي بوابه. طب المبخره بكام؟ المبخره الكريستال متقفله في كل حاجه بتعمل معانا من 80 ل 90 حسب التغليف بتاعها. حلو قوي كده. طب ودي عامله كام برضه؟ البوابه عامله 120 جنيه برضه شامله كل حاجه. 120 شامله كل حاجه. والبنوره الحلوه دي؟ البنوره دي عامله 100 جنيه. دي ب 100 جنيه. طب والله العظيم اشكال تحفه تحفه. وحاجه زي كده شمعدان ده برضه كام؟ الشمعدان ده عامل 250 جنيه، بس طبعا ده ما بيتاخدش اسبوع، بيتاخد لناس يعني قطعه كده. هدايا كده. هدايا لناس معينه. بياخدوا حاجات معينه. بص معانا الساعه زي كده برضه. ده منبه. منبه كام؟ متقفل في العلبه بكل حاجه عامل 80. 80 متقفل. صح. والمنبه القمر ده؟ نفس السعر برضه. 80 برضه. عايزين نقول اشكال كتير موجوده ما شاء الله اللهم بارك. الملاهي طبعا يعني ميدال كتير على النت. دي حلوه جدا. الاسبوع دي كام؟ الملاهي احنا عاملين عليها عرض، عامله 90 جنيه شامله كل حاجه. 90 جنيه شامله كل حاجه الملاهي يا جماعه. عايز اقول لك تحفه، الاسعار حلوه حلوه قوي. ايه الجمال ده؟ بص كده معانا. بص الشغل المستورد كله كام؟ عامل 100. ده ب 100 جنيه شامل كل حاجه برضه. الاسعار اللي بنقولها دي بلف. الاسعار اللي بنقولها دي شامله كل حاجه يا جماعه، بالملبس والشوكولاته والشريط اللي عليه الاسم وكل حاجه. في الوضع على الكريستال. الوضع على الكريستال. جمالة. عامله 60 جنيه شامله كل حاجه. 60 شامله برضه. حلو قوي قوي. اشكال ما شاء الله اللهم بارك كتير كتير جدا. في الطاحونه الخشب. لا وجديده دي كام دي؟ دي عامله 50 شامله كل حاجه برضه. دي ب 50 جنيه الطاحونه الخشب. ده كل شغل. طب لو حد عايزها ديكور من غير الحاجه. بديكور احنا بنبيعها ب 40 جنيه. دي ب 40 جنيه. عشان سعر الجمله غير سعر. طب والله العظيم تحفه. تتحط يا جماعه عارفين الرفوف بتاع الايكيا والحاجات دي، فتحط عليها حلو قوي. دي ايه كريستال. حلوه جدا. دي برده كام دي؟ دي بتعمل معانا 35 بالعلبه بتاعتها متقفله جاهزه. 35. صح. يعني فرق اللي عايز متقفله من اللي عايزها كده كام؟ 10 ولا ايه؟ 10 جنيه. 10 جنيه صح؟ يعني لو عايزين اي حاجه من غير الشوكولاته ولا الملبس هتبقى فرق 10 جنيه عن اي سعر احنا قلناه. تمام. في معانا اللي هي البوي والجيرل دي عامله كام؟ دي حته الزينه. بتاعتها دي عامله 20 جنيه. دي ب 20 سواء بوي او جيرل يا جماعه بتاعتها هي برده. كل ده معانا ب 20 جنيه. تمام. في اشكال ايه تاني معانا؟ مبخره تحفه تحفه. كام دي؟ دي العلبه على بعضها كده تعمل معانا 90 جنيه. 2 ايه كريستال الله ومبخره وعليها محمد. كل ده ب 90 جنيه. صح كده زي ما هي كده. لو عايزينها من غير حاجه ب 80. من غير اي حاجه ودي قطعتين مع بعض يبقوا 80. 80 جنيه ان شاء الله. صح كده. صح كده. تمام. عايز اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك في اشكال. طب احنا عايزين بقى نعرف اسعار الحاجات اللي هي الهاديه اللي لا غنى عنها في السبوع اصلا. تمام. الحاجات دي بتبقى 50 اللي عندنا من هنا متقفلين بكل حاجه، معاهم الملبس والشوكولاته يعملوا معانا 600 جنيه. ال 50 50 قطعه. تمام. واللي عايز ياخد دول 12 بس ياخدهم بكام؟ 60 جنيه. دول ب 60 جنيه ال 12 دول ب 60 يعني ب 5 جنيه الواحده. صح. تمام. اتفضل. دي دول 6 بقى. عاملين كام؟ دي بونبونية كده. دي 30 جنيه نص الدسة بس ب 60 برضه. دي ب 30. طب اللي عايز ياخد يشكل رصاص يشكل؟ طبعا. تمام. اللي عايز ستة يا جماعة من كل حاجة تمام قوي. ودي معانا ب 30 جنيه. حلو قوي قوي. الأشكال كتير ما شاء الله حلوة جدا. والقلب ده برضه 60؟ 60 برضه. 60 برضه يا جماعة. يعني الواحدة ب 5 جنيه. في منه برضو الوان للولد والبنت. طبعا. تمام. الناس بتحب الحاجات السيمبل الاكسسوار اللي زي دي كده. دي برضو الدسه ب 60 بس دي ما دي بيتعدى فيها الحاجه وموفره. صح يعني كده. 50 من هنا ب 250 جنيه. يعني ال 50 متعبيين ب 250. لا فاضيين. هو كده كده ما هم معاهم اللف بتاعهم. الزبون اللي هو بيحط الملابس بيحط الحاجه ويقفلها على طول. عامل كام دي؟ دسته عامله 60 يعني ب 5 جنيه. صح كده. دي ب 5 جنيه ومتخيش من بره كده حلو قوي. دي 5. تمام. في برضه منها اولادي وبناتي وشايفه زي كاساب برضه. دي بتتعبى برضه. ايوه دي نفس الفكره برضه. دي ب 5 جنيه برضه. نفس الفكره. دي برضه معانا يا جماعه القطعه ب 5 جنيه. عايز اقول لكم في تشكيل حلو قوي قوي موجود ما شاء الله اللهم بارك، بس للاسف ما فيش تليجرام. بصوا كده برضه هجيب لكم برضه فوق كده. في صفحه على الفيسبوك. في صفحه على الفيسبوك. الاشكال الكبيره دي عامله كام؟ الاشكال الكبيره دي عامله 50 جنيه. اللي هي زي دي، دي ب 50 جنيه متقفله. بصوا الاشكال دي كلها على 50 جنيه متقفله. طب واللي تحت؟ اللي تحت رينجو من 25 ل 30 35. من 25 ل 30 ده متقفل يا جماعه بكل حاجه، يعني مش بيبقى بس القطعه بس،
بص الحاجات دي انت مقفلها بقى. اللي هي الصغيره دي عامله الحاجات دي بقى هم 50 ب 600 جنيه بقى الاشكال اللي زي 50 ب 600 يعني الواحده بكام كده؟ الواحده هتقطع 12 جنيه. 12 جنيه بشوكولاته طب حاجتنا كلها. تمام ودي الاشكال اللي احنا شفناها بره؟ صح كده. اللي قلنا بكام؟ بتسعه اللي قلنا ب 8. بص اي شكل من دول على 8 جنيه والكبير اللي فوق كام؟ الكبير اللي فوق فاضي ولا متقفل؟ فاضي. فاضي يعمل معانا 20. ده عامل معانا 20 جنيه فاضي يا جماعه. حلو قوي. في سوره الكهف، سوره البقره، سوره يونس. كام معانا؟ اجزاء بتعمل معانا بالعلبه كده بنفس الديزاين ده بتعمل معانا 30 جنيه. 30 السبحه. السبحه يا جماعه السبحه هيبقى عليها كوين مكتوب عليه اسم النونه وشريط الستان من فوق من هنا عليه اسم النونه برده. حلو والشوكولات والملبس. وقلنا كلها بكام؟ كلها 30. 30 جنيه. عندنا سبح لوحدها؟ عندنا شغل الكريسماس برضو شغال فينا. عندنا شغل الكريسماس برضو عشان لسه احنا فاتحين جديد لسه ما اتظبطش يا جماعه. السبح اللي زي دي بتتباع لوحدها ممكن تتاخد هدايا برضو. تتحط مع السموع عادي. صحيح. وعامله كام الوحده؟ الكريستال عامله 7 جنيه جمله. دي ب 7 جنيه يا جماعه. دي هتبقى ب 7. في اللولي اللي زي كده ياخدوها بناتي وولادي برضه. وعامله كام اللولي؟ اللولي المشرشوبه عامله 4.5 واللي من غير شرشوبه عامله 2 جنيه ونص جملتها. 2.5 تمام. من غير شرشوبه اللي زي دي كده. زي دي تجيب 2.5. طبعا ثانيه و4.5. في الاكياس اللي بيتبع عليها اسم النونه وتاريخ ميلاده. تمام كده. عامل كام ده؟ ده بيتحط جواه حصن او مصحف وبتحط معاه سبحه وبيبقى عليها كوين باسم النونه. تمام. كوين باسم النونه بسم الله زي كده زي حوت زي ليلى كده. تمام كده على السبحه. كوين بيبقى مع السبحه كده. ده بيعمل معانا كله بيبقى معانا 27 جنيه. 27 جنيه كل حاجه. تمام. طب اللي عايز اكياس مطبوعه بس كده وهو يتصرف لو اكياس مطبوعه بس كده يعمل معانا 8 جنيه بالطباعه بكل حاجه. 8 جنيه. طب والله العظيم حلو. انا بحاول بس اجيب لكم كل الاختيارات المتاحه اللي ممكن تاخدوها من هنا. في معانا هنا دي لسته الطباعه بتاعتنا. دي لسته الطباعه. دي لسته الجمل طبعا. شرايط الستان. حلو قوي. الزبون بيختار جمله للبيبي. تمام كده. دي الجمل. دي اشكال البطايق بتاعتنا. دي اشكال الكروب برضو يا جماعه. عندهم هنا كتالوج تنقوا منه زي ما انتوا عايزين. طب واللي عايز يطبع كروب بياخدها في وقت قد ايه؟ عشان دي اي دي نفس خامه البطاقه بتاعتنا فبتقعد مثلا ساعتين. ساعتين. لا انا قصدي لو حد عايز صباع كامل من هنا متعبي وهيجي من مكان بعيد ياخده في نفس اليوم وهو ماشي. ياخده في نفس اليوم ان شاء الله. ياخده في نفس اليوم يا جماعه. تمام. طب البطايق دي بتبقى مثلا ال 100 كارت بكام ولا ال 100 بتوعه من هنا عاملين 200 جنيه الاي دي. 200 جنيه. وال 100 بتوعه ورا عاملين 20 جنيه. شفت الفرق؟ فرق كبير قوي قوي. يعني ال 200 ال 100 بطاقه ب 20 وفي 100 بطاقه ب 200. صح. على حسب الخامه. تمام. دي مجات ديجيتال طبعا بيتطبع عليها اسم النونه. حلو قوي. وبيتحط عليها صوره البيبي لو حد عايز يحط صوره البيبي. تمام. عامل كام المج طيب؟ المج الحراري بالطباعه بكل حاجه عامل 55 جنيه متقفل. 55. لو في علبه زي كده يعمل معانا 60 جنيه. على مهلك. ده المج اللي انت بتقول عليه. المج الحراري. ده مج حراري ده قلنا ب 55. لو في علبه كده 60. في علبه زي كده ده بالمج حراري ب 60 جنيه. طب والله تحفه. بالشوكولاته وكل حاجه ب 60. طب والله تحفه. حلو جدا جدا. طبعاً يعني فرق 5 جنيه. في منه المج المصري العادي. في المج العادي. المج العادي بيعمل معانا 27 جنيه بالطباعه بكل حاجه. 27 بتحفة. تمام. بصوا اشكال المجات برضه. ده المج العادي اهو. ده العادي. ده العادي. ده الحراري. ده الحراري. وده العادي. ب 55. 55. والعادي ب 27. 27 متقفل بكل حاجه. تمام. متحط عليه صوره بيبي يتحط اسم اللي انتوا عايزينه كله. صح كده حسب ما هو مختار. والشمع كمان. ودي شورت الشمع برضو بيتبع عليه اسم النونه وتاريخ ميلاد يعمل معانا 27 جنيه بيتبع بكل حاجه. الشمعايه الصب. تمام. ومعانا برضو دي البافيتات بتاعت السبوع. السلوبيتات بتاعت السبوع يا جماعه عامله كده. عليها اسم النونه وتاريخ ميلاد. حلو قوي. حسب السلوبيته. السلوبيته الخمس قطع بالطباعة عامله 200 جنيه. تمام. والعاديه ما فيش غير خمسه. العاديه عامله 150. 150 جنيه. تمام. يعني بصوا جايب لكم كتالوج في صفحه ليهم على الفيسبوك برضو للي حابب يتواصل معاهم على اي حاجه. والكعبه دي بتتباع بالدسته؟ برضو عادي. لا اني انا لفتت نظري برضو الدسته بتاعتها ب 30 جنيه جمله. والله طب ده حلو قوي. بصوا الكعبه دي ب 30 جنيه. يعني القطعه بكام؟ القطعه ب 2 جنيه وباريزه مثلا 2 جنيه في الشرايط. يعني ب 2 جنيه وربع يا جماعه مش باريزه ب 2 جنيه. يعني الكعبه دي هتبقى ب 2 جنيه كده. حلو قوي. ملفوفه ال 50 منها جاهزين بكل حاجه ب 400 جنيه. يعني القطعه بكام ملفوفه بحاجتها؟ ب 8 جنيه. ب 8 جنيه يعني هياخدوها بالشوكولاته بالملبس بالشريط ب 8 جنيه. صح. طب والله حلوه جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم اشكال كتير. في اشكال السرير دي بتبقى هاديه برضو. اللي عايز يشكل يا جماعه حاجات عاليه زي كده على حاجات من دي لان كنتوا مش هتودوا السبوع كله عادي فبيودوا مثلا لعبه كبيره مع حاجات صغيره بيشكلوها في حاجات دي زي دي صغيره بكام برضو دي معانا يا استاذ هشام؟ دي كان معانا ب 12 جنيه. دي متعبيه برضه في بيبي. سرير بالبيبي متعبي جاهز. واللي حابب ما يعبيش وياخد الحاجه كده بتنقص 10 جنيه عن التعبيه.
صح. اه بس مش كله صغير لا سعر، ما انا بقول مش كله بقول في الكبير. الكبير تمام صح كده. ودي برضه معانا 30 جنيه 30 جنيه متعبيه متعبيه بكل حاجه بنحط اسم النونة بالخشب زي كده بالانجلش تمام. وشيت الستان هيبقى من فوق العلبه من فوق مكتوب عليه الشوكولاته والملابس. طب والله العظيم حكايه، تسلم ايدك، حلو قوي ب 30 جنيه يا بلاش. والله العظيم الاسعار هنا كويسه جدا يا جماعه، عندهم كل ما يخص بقى حاجات السبوع والبيبي. بصوا الحاجات اللي زي كده برضو عامله كام؟ 10 جنيه التوكة. 10 جنيه التوكة الواحدة يا جماعة. أهم حاجة المصداقية في الساعة. أهو ما أنا قلنا في الأول الأسعار اللي قلنا بيها نبيع بيها قبل ما أصور. ما أجيبش الزبون وبعد كده أعمل حسابه إن هو يدفع مثلا 300 جنيه أدفعه 2000 جنيه. تمام تسلم إيدك. وبرضو الحاجات اللي زي كده عاملة كام بتاع البنات دي؟ دي حاجات ب 20 جنيه. دي ب 20 الويلكم موجودة. ده اللي قلنا عليه الشمعة ولا الأبريق؟ الشمعة بتاعت البيات. عامل كام برضو ده؟ ده عامل 100 جنيه. ده ب 100 جنيه، قلنا لو خدنا 100 قطعة من هنا هناخد الحاجات دي. جاهزين بيطلع عليهم أبريق وغربال وهون عشان لسه ما تجيش. أبريق وغربال وهون هدية يا جماعة من المكان. سعادتك معايا وشكرا جدا. العنوان بالتفصيل هيسيبه لكم متصور حالا، وهسيب لكم برضو صفحتهم على الفيسبوك في أول تعليق مثبت ورقم للتواصل والشحن طول عرض الفيديو. بحبكم في الله وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. هنيجي بقى العنوان. احنا واقفين دلوقتي قدام محل نيو كادو يا جماعه في شارع الجيش في العتبه. العماره دي اللي موجود فيها برضو مكتب الديزل، اقرب مترو هيكون مترو باب الشعريه. لو جايين من اتجاه مترو باب الشعريه هتيجوا من عند العماره البيضاء اللي انا بعمل عليها زوم هناك، دي محطه مترو باب الشعريه. هتفضلوا ماشيين ومكملين بعد مول تسهيل على طول لحد ما توصلوا عند عماره الديزل اللي فيها مكتب الديزل. المكان موجود في الدور الارضي في عمارة الديزل يا جماعة، وعلى اوله كمان الشارع ده ياسمينة وصيدلية طارق وبعد سنتر محمد عبد الحي. لو جايين بقى من اتجاه العتبة بقى ومحطة مترو العتبة اسألوا على شارع الجيش اللي على اوله كوبري الازهر، وتفضلوا ماشيين ومكملين فيه بقى لحد عمارة الديزل يا جماعة. هتعدوا من على درب البرابرة ومول محمد عبد الحي وريتهولكوا برضو، وتفضلوا ماشيين ومكملين لبعد صيدلية دكتور طارق. بعد صيدلية دكتور طارق هيبقى في شارع على نصيته بقى عمارة الديزل اللي احنا عملنا منها الجولة النهاردة. دي عمارة الديزل اهي يا جماعة زي ما انتم شايفين، محل نيو كادو موجود في عمارة الديزل في الدور الارضي تحت زي ما انتم شايفين. افتتاح جديد وعامل عروض حلوة جدا لكل متابعين القناة، هيتاخدوا بنفس اسعار الفيديو ان شاء الله. هتروحوا ان شاء الله هتلاقوا مقابلة كويسة ونفس الاسعار، واتفقت معاه مفيش تغيير في اي اسعار. عنده اشكال كتير جدا بس ما عندوش لينك تليجرام، عنده فيسبوك يا جماعة سيبولكوا في اول تعليق مثبت. ما تنسوش لايك وشير. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد.